لا يوجد هدف واضح أو معلن، أو هكذا بات المشهد بعد مرور سنوات على التدخل العربي في اليمن. ضربات كثيرة بلا طائل، معظم المستهدفين فيها مدنيون، أما حقيقة الأهداف العسكرية فأصبحت مجرد تصريحات إعلامية يتم من خلالها تخفيف السخط المجتمعي. هذا ما يقوله الواقع بعد ما يقارب 3 سنوات من حرب بدأت دون أن يكون لها محددات نهاية. حرب استهدفت كل شيء وجعلت من المدنيين الخاسر الأكبر فيها، وفاقمت الوضع الإنساني وحولت اليمنيين إلى مجرد أرقام في تقارير دورية تحكي واقع مأساة لم تتوقف عند حد معين. فلا يختلف قصف الميليشيا عن الضربات الجوية، ولا يتغير في المعادلة غير أرقام الضحايا. في الجديد أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الغارات التي تشنها قوات التحالف العربي باليمن والتي تضاعف معاناة سكان البلاد. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوغريك أوضح أن الغارات تسببت في المزيد من المعاناة للمدنيين، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني وتجنيب المدنيين الصراع. وفيما تتسع دائرة أخطاء الغارات الجوية، قالت مصادر أممية إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتريش يتجه إلى اتخاذ قرار بشأن توصية بإدراج التحالف العربي في اللائحة السوداء للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات. ومع تزايد الأخطاء وسقوط المدنيين يوما تلو الآخر، يجد مراقبون أن الحاضنة الشعبية للشرعية تأثرت بشكل سلبي بعد أن بات معظم المؤيدين لها ينتقدون أخطاء التحالف بحق المدنيين ويضعوا ذلك في سياق جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم أو يتعذر التغاضي عنها. لم يتوقف الأمر عند هذا السخط المحلي والدولي، بل إن سقوط العديد من الضحايا جراء الغارات الجوية كان له تأثير سياسي على الرأي العام، الأمر الذي جعل من تحالف الانقلاب أكثر حرصاً على الاستفادة من الأخطاء واستغلال ذلك كورقة ضغط في أي مفاوضات من شأنها تحديد تسوية سياسية أو حل سياسي في المستقبل.